عسلامة، صباح الخير عم رابح. صباح الخير عم رابح. لا لا السيدي محسن قبل طبعا نجي كيف كيف. محسن عم رابح. احنا ناس طوعنا لله معناتها نظفوا بالبقعة هذه بلادنا غرنا عليها باللي بدائية بالطاسة بالحجرة عملنا نظفناها الدنيا هاي نظيفة نحينا هالقزاز والشكوفات والواحد فهمت. قاعدين متعاونين كل صباح وشوية البلدية هذه تعمل عساس باش ما عادش يدخل الوسخ هذايا وينظف لنا هالدنيا هذه علاش الغشاشة بتاعنا وين باش تعوم. تعوم في بنزرة ناس زواولة ما عندهم بحيرة يعوموا في زواولة ناس يجينا عملنا طوعنا وانا مكربح وكمال باش ننظفوها هنا نظفها عامين طو هذه بالحجيرة بالحجيرة كل صباح اليوم الصباح نعمل سويعة نصيف ساعة ساعتين نحن والجو ونظفناها يشوفوا النظافة اللي فيها هاو كانت ما تعومش كلها غرم فما شمبرارات وكنوات لوحناهم خرجناهم البحر كانوا عاملين الغرم شوية ونص ربي يبارك لكم يعطيكم الصحة تراوح خسارة البلاصة شوي هاك استر كيفاش هاي صورها بالي صور فيه.